أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا ما يطعلنا عادة ولا يحرمكم مني ولا يحرمكم مني منكم مني أي حاجة. خش أنا بالدخلة التانية بقى. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم وحشتونا جدا جدا جدا، ملناش دعوه برامج جليل ده. اقسم بالله وحشتونا جدا، وانا بقالي كتير قوي ما شفتكمش، ولا انتوا شفتوني اكيد بقى. معرفش مختفي قوي ليه على اليوتيوب، وكنت مختفي على الانستجرام برده، فانتوا حقكم عليا بجد، انتوا وحشتوني جدا. و يا رب ان شاء الله نفضل مع بعض على طول، وان شاء الله هنبقى فعلا مع بعض على طول. النهارده الفيديو اللي احنا جايين نتكلم عليه، قبل اي حاجه ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنسوش تدعمونا جامد، لان انتوا بجد احلى حاجه في الدنيا دي كلها، وشرف ليا ان انا بظهر لكم. طبعا يا جماعه انا نزلت منتدى من كام يوم، اللي هو اسالونا اي سؤال عايزين تعرفوه عندنا، واحنا هنرد عليكم في فيديو. يلا تمام بي. فاحنا بقى هنرد عليكم دلوقتي، وانا كنت حابه اي حاجه انتوا سالتوها احنا هنرد عليها رسميا قدامكم دلوقتي بكل حاجة انتوا عايزينها. واللي ما ردش وبرده في سؤال في دماغه اكيد هيلاقيه في الفيديو ده. هو بصي اكيد انا شفت الكومنتات عندك. الله اكبر، الناس ما شاء الله ما شاء الله عليكم بجد، انتوا حاجة تفرح، حاجة تخلي الواحد يظهر كتير عشان خاطر يأدي حاجات اكتر بكتير، اللي هو حاجات حلوة. انا ده بكلمك جد اقسم بالله. كومنتات كتيرة جدا، انا على ما اعتقد يعني على ما اعتقد ان احنا مش هنقدر نقول كل الناس، مش هنقدر، بس هنقول على قد ما نقدر. انا طول الفيديو، قولي اكبر كميه من اخواتنا اللي موجودين اللي سالوا، وهم لازم يعرفوا حياتنا، لان هم بيشوفوا محمود وبيشوفوا ندى. فهنفتح التليفون دلوقتي، امسك بقى التليفون افتحه. كل الناس، وان شاء الله ان شاء الله لو باذنك يا رب، باذنك يا رب ما قدرناش نقول كل الناس، هنعمل جزء تاني من ده. اوكي ان شاء الله. خلاص ماشي، يلا. انا بوست ومتحمسه قوي لاسئله الكويس. يا رب اول سؤال ما يكونش ليا. يا جماعه بقى هنبتدي، يلا بينا. رنا هشام العشر بتقول لك محمود بيشتغل ايه وعنده كام سنه، ومين اللي جه قال للتاني بحبك وبحبكم قوي. فاكر مين اللي من الاول؟ تمام. محمود بيشتغل ايه؟ انا يا جماعه بشتغل سنتر تعليمي عندنا واخويا ابراهيم، بتاع كورسات جامعه، وربنا يسترها ما يقفلوهاش حسب الوقت، دعونا بس ان القرار ده يتلغى. السنتر التعليمي بتاع كورسات طلبه جامعات خاصه، اللي هو جي و سي بي و اي والشغل ده بقى. تمام. وانا عندي كام سنه؟ عندي 25. ومين اللي قال التاني انا بحبك الاول؟ ندى. انا وقحه قوي صح. انا بحبك، والصراحه انا كنت متعلق بيها قبل ما هي ربنا يخليها ليا بقى. كمل الاحراج ده. بس ده كان السؤال. نخش بقى على انا سونا بتقول سؤالي لندى، هل اتخطبتي قبل كده وهل حبيتي حد قبل محمود؟ وسؤالي لمحمود، ممكن تحب حد تاني غير ندى وخطبت قبل كده؟ وانا بحبكم قوي. حبيت قبل كده؟ لا. اتخطبت قبل كده؟ لا برضو. انت بقى ممكن تحب بعدي؟ ممكن تحب حد تاني غير ندى؟ انا احب حد تاني غير ندى؟ لا. وما خطبتش قبل كده؟ لا انا ما خطبتش. لا محمود اول خطوبه دي انا. ما خطبتش قبل كده، وما ينفعش يحب حد تاني بعدها، لان انا ان شاء الله رب العالمين مش هسيبها اساسا. تمام تمام. شهد حسين بتقول ايه؟ هتقلعي الطرحه ولا لا؟ وعندك كام سنه؟ هو عنده كام سنه؟ وانتي منين؟ وبحبكم، قولي اسمي على القناه. انا اسمي شادي حسين. هقلع الطرحه ولا لا؟ لا لا. تاني حاجه عندي كام سنه؟ عندي 19، ماشيه في 19. تالت حاجه احنا منين؟ احنا الاثنين من شبرا الخيمه، من حته اسمها مستورو يا جدعان. رقم البطاقه بتاعتي 1 2 3 4. احنا الاثنين من شبرا الخيمه، بس من على طريق مستورو زي ما بيقولوا. يلا السؤال بيقول لك ايه بقى؟ من روان محمود حسين بتقولك اهلك وافقوا عليه بسرعه ولا ترددوا؟ وقعدتوا كام شهر مع بعض لحد ما اتخطبتوا؟ وهو كان مرتبط ولا لا؟ كان مرتبط ولا لا؟ لا محمود ما ارتبطش خالص قبلي. تاني حاجه هو كان بيصاحب، اللي هو الطبيعي بتاع اي شاب انه يصاحب. لا 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 ثواني، ايه بصاحب دي؟ هتودينا في داهيه ليه؟ اللي هو كان لا عارف حد بس مش ارتبط. علاقه
اللي هو اخت. انا اي بنت بشوفها في حياتي اخت، دي الوحيدة اللي هتبقى المدينة. اي بنت في حياتي كنت بشوفها كنت بقول عليها انت اختي، اقسم بالله دي حقيقة انا عايش عليها طول حياتي وهفضل لحد ما اموت. انت اختي، لو شفت فيك حاجة غلط هنصحك لوجه الله. مع مش راضية دي بتاعتك بقى، دي حياتك الخاصة بقى. لكن ندى اللي انا شفت فيها اللي هي الانسانة اللي هتبقى مراتي ومعيالي اللي ان شاء الله تكمل حياتي معاكم وتجيب كارما اللي هي عايزها ان شاء الله. ادعو لنا بقى ان شاء الله. استنى لسه لها سؤال تاني اللي هي بتاعت محمود ارتبط قبل كده، واهلي وافقوا على محمود بسرعه ولا لا؟ على فكره لا ما ترددوش، محمود في اليوم اللي جيت قدم لي فيه احنا قرينا الفاتحه فيه، وانا ساعتها قلت له انا مش هنزلك غير لما تقول لهم يقروا الفاتحه. ان شاء الله الحمد لله. قعدنا قد ايه مرتبطين؟ بصراحه محمود اللي هو دخل جدي قوي معايا، يعني عقبال ما كان معاه فلوس وعقبال ما بقيت معاه وكملها وكل حاجه، خلال 6 شهور احنا كنا مخطوبين. محمد احمد بقى بيقول سؤال لمحمود، احلى حاجه عجبتك في ندى؟ يا جماعه ضحكتها وقلبها الطيب، اقسم بالله ضحكتها وقلبها الطيب. سؤالي لندى، احلى حاجه عجبتك في محمود؟ لا هو مش فاهمه يعني احلى حاجه، بس انا حبيت محمود لان في حاجه فيه شدتني قوي اول ما عرفته، كان مش عارفه اعبرها، مش هتحسه بيا لما الاقي حد مهتم بيا مره واحده، دي اكتر حاجه شدتني ليه. تمام. السؤال هنا من اميره طارق، اميره طارق بتقول لك سؤالي لندى، مين اللي شجعك تفتحي القناه؟ بصوا يا جماعه، هو كان زمان عبد الخيا بيقدر يقول لي افتحي قناه، فانا ما كنتش راضيه غير لما اشوف الانسان اللي هرتبط بيه او اتخطب له هل هيرضى ان انا افتح قناه ولا لا، كنت موقفه حياتي وشغل عليه. تمام. فاللي برضو وقف بقى جنبي ولما رشحت عليهم الفكره ديت في الفتره دي كان محمد، لكن هو اصلا انا دخلت بسبب محمود ان هو كان راضي ان انا اخش. تمام. فسؤالي بقى لمحمود من نفس أميرة طارق، ايه كان ردة فعلك لما عرفت ان خطيبتك ندى عندها قناة هي واخواتها، ومين اللي شجعك تفتح قناة؟ اتمنى تقولوا اسمي انا وولادي، ما شاء الله اسمهم محمد واسلام وعزة واسماء وحسن، ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب يا استاذة أميرة. سؤالك ليا، ايه كان ردة فعلك لما عرفت ان خطيبتك عندها قناة؟ هي ما كانش عندها قناة، هي لسه قايله لكم ان هي مستنيه الراجل اللي يجي لها. ومين شجعك تفتح قناه؟ ما انا جاي بقى اللي شجعني افتح قناه، انا حياتي على يوتيوب مش كقناه ويوتيوبر والشغل ده، لا محمود داخلها عشان انا كنت يعني حباها، وانا اللي قلت له ندى موجوده، اذا انا موجود معاها. انا شجعتها ان هي تخش، كانت مستنيه الراجل اللي يوافق يديها الستارت اللي هو خشي يلا خشي اليوتيوب بقى. انا جيت فطبيعي هبقى معاها، فطبيعي انا الحمد لله موجود معاكم. تمام. السؤال هنا بقى ندى، ظهرت الواتس بتقول رحت قلعه طرحة بيوم الفرح، لا تحية خاصة لاخواتنا العرب، لا تمام، وكم طولك انت ومحمود؟ طولنا انا 170 وانا من 150 155 مصلحه عشان اديها على قفاها على طول كده، ومحمود مش 170، انا كنت قايصه طوله واحنا في الشغل كان 169 169 168 والله ابدا 165. لا 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 لا، انا بورتو كارلوس ولا ما فيش كلام 165 اسمعوا مني، انا قست قبل كده. جانا حسين بتقول لك ايه، ندى هتقلعي الطرحه ولا لا؟ لا. محمود بقى، حبيت كم بنت قبل ندى؟ مفيش مش بشتغلك ولا جدع. ايوه فعلا حقيقه، ولو حب انا كنت هفضحه طبعا دلوقتي. منى مصطفى بتقول ايه الشيء اللي لو محمود عمله تسيبوا بعض فيه؟ انخني، وهو عارف ان دي اول حاجه من غير تردد، يعني عارفه لو حتى خان في فتره الخطوبه جواز انا ممكن اتطلق بعد كده، ربنا ما يجيب حاجه وحشه يا ست الكل خلاص. السلام عليكم. مريم عبد العزيز بتقول محمود بيزعل على ايش اكتر شيء تسويه، وايش اكتر مده لما تزعلوها تكلموا بعض؟ فهمتي حاجه؟ محمود بيزعل على بايه لما انا بسوي حاجه؟ ممكن لما بتنرفز
او انا مش عارفة انت اللي ترد على السؤال ده. تزعل من ايه؟ انا ازعل من ايه؟ انا بفضل لما فيش حاجة بتزعل مني. بتزعل من انت؟ ازعل من ايه؟ من لما بتقلب طفل، لما بتيجي تقلب طفلة صغيرة بقعد اتكلم معاها كلام مهم، ابص لها طفل معروفة. هو اكتر فترة زعلنا فيها يعني مكلمناش بعض ممكن تبقى نص ساعة ساعة. نص ساعة ساعة؟ او انتوا جاي يا جدعان؟ مفيش الكلام ده يا جدعان. امال مفيش يوم بيعدي علينا يا جدعان ما بنتخانقش؟ ايوه مفيش يوم بيعدي علينا، كل يوم بلطش لها وانا بتخني معاك طبعا انا ما بسكتش. لا لا لا، الفكره بجد والله هو مش حته، بس ما بنقعدش فترات. لا لا، اقول لهم خلاص ما فيش فترات يعني. اللي هو انا زعلت منها اللي هي بعدها بدقيقه ونص بتكلمني بتقول لي معلش عارف. بس ما فيش فعلا يوم بيعدي علينا من غير ما نتخانق. مامي حسن بتقولك ليه ما بتروحيش عند دنيا ومحمد، ومين اقرب واحده ليكي دنيا ولا هبه، وعندك كام سنه؟ ليه ما بروحش عند دنيا ومحمد؟ لا ده العادي يعني، عايز مش شرط، مش لحاجه معينه. مين اقرب واحده ليكي فيهم؟ دنيا ولا هبه؟ صراحه الاثنين زي بعض يعني، ما اقدرش اقول دي اكتر ولا دي اكتر. مينفعش. محبة الله ورسوله بتقولك ايه اكبر مشكلة مضايقاكي حاليا، ومرتاحة في الخطوبة مع محمود ولا متحكم فيكي؟ حلو اوي السؤال ده. ايه اكتر شيء مضايقني؟ مفيش حاجة في الدنيا بتقدر تضايقني، مفيش حاجة مضايقاني. ندى ساحرة اصلا، عندها تعويذة، اي حد بيضايقها. لا مش حتة عندي تعويذة ولا انا، ما بيشغلنيش حد عشان يضايق. ما بيشغلنيش حد. والله العظيم فعلا ما بيشغلنيش اي حاجه، اللي هو بيقول اي كلمه، مش من الناس اللي هو بشيل كده. لكن مرتاحه في الخطوبه ولا محمود متحكم؟ هو من ناحيه محمود متحكم فهو متحكم، بس هو مرتاحه في الخطوبه الاثنين. زي ما انا بيولع من جوايا. انا مش فيك يا محمود، انا بقول الحقيقه. بيت الله ورسوله تاني بتقول لك السؤال، هي ما بتسالكش انت، مفيش اسئله ليك. محمود بيتحكم فيكي في الخروجات والحياه كانه جوزك، ولا عامل حدود وعارف انك لسه في بيت اهلك؟ لا بيتحكم فيا كانه جوزي. ايوه، ولا عامل حدود وعارف انك لسه في بيت اهلك؟ هو عارف ان انا لسه في بيت اهلي وكل حاجه، بس اللي هو لا، في اللي هو يا جدعان بيعودني، ببني حياتي اللي جايه على اسلوبي انا، فاهمه دنيتنا ماشيه ازاي اللي جايه. فدي ممكن هي بتقول لكم اللي هو ماشي، انا جوزي هيبقى كده عشان خاطر. تفهمها ان انا قصدي ايه؟ كمل. انا نفسي لا يسال لي، كمل. انا مش عارف، ناس ما تسالنيش. هو معظمه محمود بيشتغل ايه؟ محمود بيشتغل ايه؟ انتوا شفتوا في اول الفيديو وعرفتوا محمود بيشتغل ايه؟ ماشي. ايمي خالد بتقول بص انا ما عنديش سؤال، بس بتمنى تقري تعليق وانا عنيا ليك يا محمود. ربنا يبارك لك انت ومحمود، حافظوا على بعض، ما بقاش في حد بيحب وبيحترم حد قوي كده. بتمنى لكم كل خير، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ويا رب اكون خفيفه عليكم ويظهر كومنتي في الفيديو. ايمي ربنا يفرح قلبك، ربنا يصلح حالك، ربنا يرزقك جبنه الحلال يا رب. يا رب وضعك متجوزه بقى. ايه بقى؟ ما انا بقول لها ايا كان وضعك، ايا كان وضعك بجد احلى كلمتين شفتهم في الكومنتات لحد دلوقتي، فربنا يخليك لينا. هشام اتش بيقول لي ايه بقى؟ ليه ابو وام محمود ما ظهروش ساعه قرايه الفتح؟ ماشي. انا ابويا ميت من وانا عندي سنتين، وامي ست كبيره صاحبه مرض يعني، ست ربنا يشفيها ويديها الصحه يا رب ويخليها لينا، ست كبيره صاحبه مرض يا رب. فما بتقدرش تتحرك كتير، بس هي كانت ظاهره في الخطوبه يعني، بس ما جاتش في الفيديوهات قوي. تمام. فبس ما بتقدرش تمشي كده كده. احنا هنصور فيديوهات برضو الفتره الجايه وهتشوفوها، هنعرفكم عليها طبعا. بس لو شتمتكم ماليش دعوه، عشان هي ست كبيره بقى. هتشتموا مني؟ ما بتشتمش والله، اسمعوا مني. وعندكم كام سنه انتوا الاثنين؟ 25 19
وليه ما بتطلعوش لايف يوتيوب تتكلموا معانا وكده؟ ده بقى الجديد اللي جاي ان شاء الله، هطلع لكم لايف انستجرام، هنطلع لكم على يوتيوب، احلى منتديات هتلاقيها موجوده. اي حد محتاج دعم يكلم ندى، هتوصل معاها وتقول له هي ايه اللي هيتم. بس اي حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله هتلاقوها موجوده. وليه ما بتتجمعوش انتوا عبد وهبه ومحمد ودنيا ومعجزه وياسمين وتركان ورميتا في يوم وتعملوا فيديوهات مع بعض كتير؟ احنا قبل كده اتجمعنا مع بعض كلنا، بس مش شرط ان احنا بنتجمع عشان فيديوهات. اللمه حلوه، اللمه الصحاب حلوه. يعني احنا ما فيش مانع ان انا اروح عند عبد، وما فيش مانع اروح عند محمد، ما فيش اتركان ومعجزه، بس اللمه بتبقى حلوه. مش هدفي المصلحه ان انا رايح لعبده مثلا اقول له والنبي عبده انا عايز اعمل معاك. ما ينفعش غير كده، ما ينفعش نبقى احنا كلنا ونقف نصور. بتبقى طب ما ده عنده قناه، ده عنده قناه، ده عنده قناه. لا مش حلو، احنا مش جايين تصوير، ومش مصلحه. هو اهله واخواته واقفين مع بعض، حلاوه اللمه بتبقى احلى بكتير من الشغل. تمام. انا بموت في عيله مبروك كلها، ويا ريت تطلعوا اسمي وتقولوا اسمي هشام مصطفى. ماشي، احنا مس عليك يا هشام. انا من عيد مبروك. ما رديتش. هي كلها كام سنه؟ انت منين؟ من مستورد، من شبرا الخيمه مستورد يا جماعه. كام سنه ندى؟ عندك كام سنه؟ هي معظم الاسئله متكرره كتير، يعني محدش يزعل ان احنا ما قلناش السؤال بتاعه. اتعرفت على بعض ازاي؟ الفيديو اللي كان اللي عايز يعرف برضو اتعرفنا على بعض ازاي. بعد ما تخلصوا الفيديو دوت، احنا منزلين فيديو اتعرفنا على بعض ازاي، بنحكي عن كل حاجه فيها. مريم امير بتقول لك ليه بقالك فتره ما بقيتيش بتعملي فيديوهات مع محمد وعبده ومش بتروحي لهم؟ لا انا لسه كنت اخر فتره منزله مع عبده، انا صورت معايا هو وهبه، كنت لسه عامله مقلب في هبه من كام يوم بمساعده عبد. خش على قناتي وهتشوفوا كل الفيديوهات. راحه راحه، الاسم ده جامد قوي على فكره. اسم فيه كده زي ما انا بقول لك، انا راح. ايش جد عمرك وايش جد عمر خطيبك وشنو برجك؟ انا برج الثور. برج مين يما؟ الثور. برج الثور. ايوه هي عربيه بس احنا مصريين، قولهم برج الثور. انا برج الثور. ايوه كده. وعمرنا 25 16 16 19. بس هي كده عايزه تاكل. خلاص كده احنا فهمنا، انت عايز تاكل يا لهوي. 16 مايا يا برنس. الناس هتشتمني. 16 تصغر نفسها. معلش لسه صغر نفسها. صغر نفسها 4 كام سنه؟ 3 سنين. تمام. كمل. مينا او منا مش عارف بقى، مقالبكوا فيك ويا ريت تردوا الصراحه، هتتجوزوا امتى وعرفتوا بعض ازاي؟ عرفنا بعض ازاي؟ كنا شغالين في مطعم، فقابلتها كانت شغاله كاشير وانا كنت شغال كاشير بيدي، فقابلتها فالحمد لله رب العالمين. اتفرج على الفيديو اللي انا سايل عليه. اتفرج على الفيديو بقى ان شاء الله رب العالمين هتبقى. هتتجوزوا امتى؟ ان شاء الله رب العالمين في الفتره اللي جايه ان شاء الله. مش قريبه قوي يعني، لا بس هي قدام شويه كده، مش كتير يعني. تمام؟ لما ربنا يكرمك. ما عليكوا فيك؟ لا ما فيش حاجه اسمها فيك. ما فيش حاجه اسمها فيك. الفيك ده مش هيطلع لكم المحتوى او المنتج اللي انتوا بتشوفوه قدام عينيكوا ده، لا ما فيش. مش هيطلع بالجوده، مش هيطلع بالشكل ده، صح؟ فمش لا مش فيك. مش فيك. لو فيك هيبان ان هو فيك، هتلاقوا فيه ديفوهات. وفي ناس بتكتب لي تقدر تقول لي جنى اختك بتبص على الكاميرا، رحمه بتبص. انا بثبتها قبل ما محمود يجي، فهم بيبقوا عارفين مكانها. يا جدعان البيت دي اقسم بالله دماغها، ده انا كل ما بروح يا ريتك بتعملي مقلب مثلا اللي هو ايه، انا هرشه. لا انا ببقى داخل الطبيعي، مفيش اي حاجه، ابص عليه كلام الروتين الطبيعي بتاع حياتنا. ومش هيتوقع ان انا بعمل مقلب اول ما يخش يعني. مفيش اعمل ايه؟ ما هو كلامها صريح وواضح عادي. فبروح مشموط على طول من اكل. هاجر محمد بتقول لك هتكملي على اليوتيوب انت ومحمود على الجواز؟ طبعا ان شاء الله. ما نقدرش نسيبها. اخر السؤال بقى وان شاء الله رب العالمين نعمل جزء تاني، لان الفيديو داخل في نص ساعه. احمد بيقول لي اخر سؤال ده بقى خلاص. ليه محمود مش بيفاجئك ولا بيجيب لك هدايا على طول؟ المفروض يجيب لك كل شويه هديه ومفاجآت، وما تتحججش يا محمود بحاجه، انت المفروض تجيب لها هدايا على طول. اي واحده بتحب كده؟
حتى لو هي قالت لك ما تجيبليش حاجه وانت جبت اكيد مش هتقول حاجه، بالعكس هتفرح جدا. انا ما بجيبش هدايا، انا بديها فلوس، انا ما بفهمش في حاجات البنات. فين الفيديو؟ كذا مره يجي والله العظيم كذا مره يجي يقول لي طب انا مش بعرف اجيب حاجه. انا ما بعرفش يا جدعان، ما بفهمش في حاجات البنات. فبقول لها خد يا ستي. ومحمود ما عندوش اخوات بنات اصغر مني، يعني كل اللي عنده متجوزين، ما عندوش واحده انه يتكلم معاها طب انتوا بتحبوا ايه؟ خدي الشينات يا ساتر يا رب، خدي الشينات الجميله دي وروحي يا ستي هات اللي انت عايزه. بس هو ايه دي الطريقه؟ بس ما ينكرش ان هو هيفاجئني يعني. في جزء تاني لان الاسئله كتيره جدا، ما حدش يزعل لو ما حدش اتقال اسمه، بس اوعدكم ان في جزء تاني وهنقول لكم اكتر. بس شدوا الاسئله يعني، بلاش اسئله متكرره كتير. يعني اتفرجوا على الاسئله، شوفوا الاسئله اللي مش متكرره، حاولوا تبقوا انتوا مختلفين. يعني انت متابعني ومتابعها، فخلاص انت عرفت سني، عرفت سنها، عرفنا اتعرفنا على بعض ازاي. خش بقى في التقيل بقى، عشان انا بحب التقيل، عايز ارد بقى بقوه كده. تمام تمام، ما تنسوناش في اللايك، ما تنسوناش في الاشتراك، ويا ريت تخشوا لنا على انستجرام تكلمونا تقولوا لنا محتوى اللي نقدمه، وانا قولوا لي على اي فيديو اعمله في محمود او اي حاجه، أي حاجة انا اعملها. وفعلا فينا كذا بنت كانت بتخش تقول لي افكار فيديوهات كنت بعملها. تمام، واللي هيقول حاجه وهنعملها المره الجايه يا ندى هنقول يعني اسمه في الكومنتات، هنقول اسمه ويا رب اقابله كمان ونطلعه معانا. اقسم بالله والله العظيم. ما تنسوناش لايك كومنت اشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد كل جديد، وربنا يخليكم لينا ويلا.